ننسى الأيام الصعبة وبالمحبة اللي مش راحنا، والدنيا بتضحك لما بنضحك بتزين أفراحنا. ورد البحر ونارنجي أحلى الأسامي، زينة الحارة فرجي الياسمين الشامي. الندل بيزرع فني يحصد شر الندالة، والعز بيرجع للي عنده حكمة وأصالة. واللي بيحلف يمين كاذب يا ويلو من الله، واللي بيحلف يمين كاذب يا ويلو من الله. عشان سعيد وبيزيد كمان. كريت وصح وهنا على قلبك يلا خاطري. السلام. إن شاء الله بضلك عجلي مصموتي لحالي. طمني ست جميلة رح ساعدك، بس اجليها ليروح المعازيم. انكسر ظهري بهالعزيمة. نحن الكل قلنا انه هي مو من عمايل ابو عصام، بس اللي صار مع الحريم شغلة كبيرة كتير وما حدا بيصدق عليك. اي والله انا ما صدقت منوب. الله عالم بالنيات يا ابو خاطر. حابيتكم يا جماعه، ايش ما فكرتوا وايش ما حكيتوا، انا ما بلومكم ولا بلوم اي حدا بالحاره كلياتها. انا نفسي ما راضي عن هالشيء. انا بصراحه تسرعت. طيب شو السبب؟ ما بدنا نفهم. بيجي وقتها، بيجي وقتها بيجي. أكل أكلنا، شرب وشربنا، ما أنا ليش هالعزيمة ولا أنا ليش هيك مساوي مع الحريم بالحارة. يا أخي ولا رح يقول لك، وقلت لك أنا بكرة بتعرف لحالك. إيش الشغلة سر؟ إيه سر، والسر متى ما طلع من بين اثنين من فضيع. ما تروح على دكانتك؟ بدي أشرب شاي. على رأسي، تفضل شرب. أنت شيخ الحارة يا سيدنا، وإذا طلبت من أبو عصام يرجع مرته ما بيقول لك لا، لأنه نحن ما بدناها تطول أكثر من هيك، وإذا رجعت أبو عصام، أبو عصام بيهدى باله بيريح فكره. شرف شيخي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، ربي لك الحمد، ربي لك الحمد. دائما. عم أقول خلي هالقلوب ترجع لبعضها وترجع حرمتك لعصمتك. والله يا شيخي أنا من الأول كنت بدي ردها، يعني لو ما صارت معي هالشغلة. وهلأ شو؟ هلا اترك لي شوي، اترك لي شوي. يعني لامتى يا ابو عصام؟ لحتى الله يريد، لحتى الله يريد. لا اله الا الله، بس يا ابو عصام قوا انفسكم واهليكم نارا، وما بدنا اياها تطول اكثر من هيك. اتركها على التهوين سيدنا، اتركها على التهوين. اللي كنت خايف منه صار، وهدلت ابو قاسم بالحاره اللي هي اللي خربطت كل شيء. وين صرت ابو عصام؟ لا خير سيدي خير. كنت عم بفكر شو بدي ضيفك. ومين طلب منك تقول له سيدي؟ انا مشان تنصلح بيناتكم. ها
اللي بيناتنا انتهى، وانتهى من يوم طلاقها. شو الحكي اللي عم تحكيه ابو قاسم؟ لكن حكي ابو عصام احسن لك، مو عيب عليه يقول لك اترك على التهوين. الزلمه لساته زعلان. ومن مين زعلان سيدي؟ هذا بدل ما يجي لعنا ويستسمح تركها على التهوين، هذا معناته ما بده يرجعها. نحن مشان كلمته هي ما راح ارجع له اياها. ولا تاخذني سيدي، لا بقى توجع راسك تتدخل بهالمشاكل. واللي عندي قلت لك اياها. اللي بدك اياها. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذا مو لصالحك يا أبو قاسم. سيدي السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. ركع التهوين. ماشي يا أبو عصام ماشي، ميلو كتير. وبعدين عم يا أبو عادل تفهم مين بده ينام بالحمام ويقابل إخوان نجان تستور من خاطرهم؟ هذا يا سيدي من بعد ما تحاكم وتشارفوا حطوا شرط كبير، انه يلي بده ينام ليله كامله بالحمام لازم ياخذ الشرط، لانه مو نومي يا وفيق مو نومي. وقديش الشرط عم يا ابو عادل؟ 10 ليرات ذهب اصفر من 3 نجم. حلو. قامت واحد الله غضبان عليهم على التعب، قال انا نام ليله كامله بالحمام وباخذ الليرات. ايه مسكين فكر حاله قبضاي وراسه بيتحمل شغلة اخوان مجان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دستور من خاطر. هلا طول سير عليك يا ابو الشباب. راح على الحمام واخذ معه خنجر واكلاده وبريق شاي، واخذ معه كمان ارجيله وكوش التنباك، وفات على الحمام وقال بسم الله. تعرف معلم روق لي بكاسة الشاي. تأمرني بشي تاني معلمي؟ ايه اللي شوف لي ابو عادل حكواتي، ليش لهلا ما طلع من الجواني؟ مو على عيني وراسي بامرك انا. نحن ينقلنا تركع التهوين. ماشي. ايه ما عاد خليك تشوف ضفرها. ومن بعد ما سوى ابريق الشاي وقعد بده ياكل، عيونه كانت عم تراقب الحمام، وراسه عم يلتفت يمين وشمال، وايده على خنجره مجهزه للضرب. ولسه ما بلش اول لقمه الا وسمع طرطقه طاسات الحمام عم تضرب بعضها البعض. فز على حيله، اللقمه تمه ما عادت انبلعت معه من الرعبه. لهي الصوره لقاها من جوال. صار يسال حاله يفوت ولا ما يفوت، يفوت ولا ما يفوت. بعدين شجع حاله وفات بسرعه. ويا ريت ما فات هديك الفوتس. ليش شو صار؟ شو صار؟ كانوا اخواننا عم يستنون. اخواننا؟ مين هدول اخواننا؟ اخواننا الجان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو شافه وعرف وصار يرجف من رعبته رجف، سحب خنجره وهجم عليه، وهن هجموا عليه وعلقوا مع بعضهم، وصار الضرب سخيف بيناتهم على الضرب ولبش وخبط. يا حفظ يا حفظ. وبعدين أبو عادل؟ بعدين شلحوه الخنجر واشتغل بيناتهم ضرب الكف واللبش والطاسات والرفس والنطع. لك محمود قوم عليك. هو شوف لي شو صار بالجواني، من ساعة ما طلع لا عبده ولا أبو عادل. قوم عليك. شو صاير معه؟ بعدين كاتروا عليه ومسكوه وربطوه بالحبلة ولحشوه جنب البحر. لا 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 يا مسكين، على هالوضع المسخمة. وبعدين وأكلوا أكلاته وشربوا شاياته ودخلوا دخاناته، وهو من دم ساكت لا حس ولا نفس. من بعد ما خلصوا وقرب الصبح يطلع، قرب لعنده رئيسهم وقال له إذا بشوفك بكرة هون بدي اخذك على بلاد غير بلادك، وراح اسلمك لملك الجان ورئيس السجان، وراح نخليك عنا لحتى ينتهي اجلك وينطفي خبرك. وحملوا حاله وراحوا، شي فات بالعيد، شي بالسقف، شي بالارض، شي بالبحر، وهو متم ساكت مرعوب وخايف وما عم يقدر يفتح تمه. ولما اجى الصبح طلعت الشمس فاتوا لعند رفقاته، لقوه مربط، شعره شايب، حالك ملوه ولسانه مربوط. ولما عرفوا شو صار معه
فكوا له رباطه وعطوه 10 ليرات الذهب. لكن عاش بقية عمره يا شباب، شعره شايب وحنكه ملو ولسانه مربوط وعيونه جائرة. توتي توتي خلصت لحد توتي. حلو الحكاية شي حلو والله. تضرب منك علو 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 على مين تعطيه شغل الحمام لا؟ وانت يا ابو عادل عامل لي حكواتي بالجواني؟ انا حكواتي حكواتي بالقهوه مو بالحمام. حرك انت وياه ضربة اشبر حرك. هيك ما بصير يا ابو عادل، انت عم تلهيل الشغيله الله يرضى عليكها. هيك منكون ضربنا عصفورين بحجر واحد. يعني وافقت نخطب له جميلة؟ ايه. روح الله يخلي لي اياك يا حق وما يحرمني منك. وقامت ناوي روح بكرة اطلبها؟ لا لا بكرة لا، ليش مستعجلة؟ ليش ابن عمي؟ لأنه بلاسي شغلة بدي نفذها قبل ما اخطب له اياها. شو هي؟ انا عم فكر سكن بشير ببيت لحاله. بدك تشتري له بيت وتسكنه لحاله؟ إلا والله ما بقبل، ما بقبل ابني وكنت يعيشوا بعيدين عني، إلا والله ما بقبل. ومين قال بدي اشتري له بيت لحاله؟ أنت عم تقول بدك تسكنه لحاله، ولا الكنة أحسن مني؟ إيه أنا ضليت ساكنة عند حماتي 7 سنين، ولا بنت أبو عصام على راسها ريشة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله على هالليلة. بعدين بكرة الله بيبعت نصيب هدى، شو بدك يعني ابقى لحالي؟ ولا ما بدك يعني شغلها مثل ما كانت أمك الله يرحمها تشغلني؟ الله يسامحها ويسمح عنا، كنت شايل البيت كله على راسي ومن تم ساكن. لك شبك انفلتي قبل ما تفهمي شو بدي ساوي؟ خلص خلص، قبل ما تيجي الكنة عم ترتب للعيش الهنية وأنا يبعت لي بيتحمى على عيشتي. استغفر الله العظيم على هالليلة. إيه لكان هاي بنت أبو عصام حبيب قلبك، أما أنا اسمعي بقى اسمعي. لك أنا لا رح اشتريه بيت ولا رح سكنه لحاله. ما فهمت شلون يعني بدك تسكنه لحاله بدون ما تشتري له بيت؟ أنا رح أقسم له غرفتين من بيتنا وراح أفتح له باب من الحارة يفوت ويطلع منه على كيفه. أنو غرفتين ابن عمي؟ الغرفتين يلي بالدهليز، وراح ساوي له مطبخ وحمام على قدون وأرض الديار مشتركة بيناتنا. شو بدنا بهالتكلفة ابن عمي؟ خلي ابنك وعروسته يسكنوا عنا وبلا هالقصة كلياتها. لا منشان ما يصير فينا مثل أبو عصام ونندم بعدين. إيه بس نحنا ما عنا غير هالولد يا رجال. ولو خليه يرتاح ويحس حاله انه صار رجال وبيخف وجع راسي من الكنة والحماية ومشاكلهم شهيرة. إيه والله ما عم تنبلع معي هالقصة، ما عم تنبلع. إيه لا بكرة وقت ينسم البيت ويصير بيتي رح تنبسطي كتير، وأنا بخف وجع راسي منك ومن كنتك ومن ابنك. يلا قومي اطفي الضو. الحمد لله رب العالمين. عبدو انا رايح، بدك شيء؟ رايح؟ ايه رايح، بدي نام هون، تصبح على خير. الله معك معلمين. ولما فقت كانوا يستنوا اخواننا. اخواننا؟ كلهم كلهم اخواننا. بس مين قال عبده بيخاف من حدا؟ انا ما بخاف غير من الله. نروح نسكر الباب احسن شيء. Thank you.
لم أزل كل ما أسمع. لم أزل كل ما أسمع. أستوي. أنا رايح أشوف المعمرجي أبو حسين واتفق معه على الشغل من بابا لمحرابة. يلا بخاطرك. الله معك ابن عمي. مع السلامة. يا عمو لشو المعمرجي؟ الأفندي أبوكي بده يخرب البيت مشان يعمر لمرت بشير أفندي. يا أبو حسين الشغلة مالها كبيرة، يعني بدنا نفتح باب وحيط ومطبخ وحمام. اللي بدك اياه بصير بشير. انا برايي نفتح الباب من هون. ايوه قديش بدك طوله وعرضه؟ اخي مثل باب بيتي، خنطة منطة، لا راح ولا اجى. تعال شوفه. ايه ما راح يختلف عنه بشي. واحسن شيء عندك حط له اياه. اللي بدك اياه بصير. ايه ابو حسين قديه بتكلفنا الدعكة كلها؟ قلت بدك اياها خالصة اجرة وكرستها؟ ايه نعم. يعني ما بتعرف لا على عمال ولا على حجر وطين ولا على اجرتي؟ ايه نعم انا ما بحب وجع الراس، كل شيء من عندك ابو حسين. مشي. ايه سيدي مشان الحيط بدك اياه حجر ولا ابن وطين؟ مشان اعرف شو بدي احسب لك. يا سيدي خليه حجر فرد مرة لانه انا مفكر خليه مقسوم على طول. على عيني. زين الحيط طوله. سلام عليكم. وعليكم السلام. علي ابو حاتم. علينا ابو حاتم. شو ابو حسين شايفك عنا بالحاره منوره؟ اي والله ابو بشير عنده شغله جاي انتفانا وياه عليها. ان شاء الله بالهنا. شو ابو بشير ناوي تعمي؟ والله بدي اجوز الولد عبال ما نفرح ببناتك. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك بعمرك. قلت لحالي اقسم له غرفتين من هالبيت. شو رايك ابو حاتم؟ زينة العال. منين رح تفتح له الباب؟ والله انا برايي انسب قرنه نفتحها من هون. شو رأيك نفتح الباب من هون أبو حاتم؟ شو؟ منين بدك تفتح الباب؟ من هون أنسب شيء أبو حاتم. شلون هي أنسب شيء أبو بشير؟ من هون ما بتشرك البيت وما بيضايقني وبصير لحاله. ما بيضايقك بس بيضايقني إلي، لا إلى قرن غير القرن. شلون بيضايقك أبو حاتم؟ أنا عم بفتح الباب من حيطي مو من حيطك. ما اختلفنا إنه من حيطك، بس مالك ملاحظ إنه باب بيتك صار مواجه باب بيتي. شو الفرق أبو حاتم؟ نص الحارة بوابه مواجه بعض البعض. هلا بابي رح يضايق؟ اخي انا ما بحب انفتح باب وماجه بابي. الله يرضى عليك يا ابو بشير، لا إلك إلا غير هالقرنه. ما محزن الزعل مشان قصه باب بلا طعمه. عمي ابو حسين تيسر الله يحن عليك، بس لا يرني غير هاي القرنه بيبعث لك خبر. تيسر. حاضر. تيسر. ضعيف ابو حسين، شو شغله على كيفك ابو حاتم؟ الباب بده ينفتح من هون، لا تعريني الله يرضى عليك. ها بشير الباب ما بينفتح من هون ولا يرني غير هالرني احسن ما نزحل. ها شو الشغله على كيفك ابو حاتم؟ على كيفي ونص بشير. صلوا على النبي يا جماعه فهمونا شو القصه. تيسر انت ابو حسين تيسر. ضعيف ابو حسين، هذا الباب ما بينفتح ابو بشير. لا سيدي بده ينفتح. انا قلت ايه وقلت لا. والله ما بخليك تفتحه اذا بتروح روحي. يا لا شو على كيفك؟ اخي خلصونا انت وياه بس تتفقوا الدهولي. روح الله معك. وانا مالي سائل، والباب بده ينفتح من هون يعني بده ينفتح من هون. صلي على النبي بشير، خلينا نفهم من ابو حاتم ليش ما بده الباب ينفتح من هون. انا يا اخي كل بيتي حريمات وما بيناسبني حدا يكشف على حريماتي. يعني نحن قليلين ناموس يا ابو حاتم حتى نطلع على حريمات؟ وحياه اللي خلق اليوم ما بينفتح الباب الا من هون. وانا ما راح بسمح لك. هلا بتشوف. وانا رايح اجيب معمرجي تاني. والله واللي اسمه الله ما بخليك تفتح واذا بتروح حي. صلي على النبي ابو حاتم مشان الله. صلي على النبي. اللهم صلي على النبي العربي. الله يخزيك يا شيطان. حسبي الله ونعم الوكيل. كل شيء بالرواق بصير يا ابو حاتم. وبركي حتى مرأيه انه يفتح الباب، شو بساوي بحالي؟ روح لعند الشيخ عبد العليم، واذا ما اقتنع روح لعند ابو شهاب. عمي ابو مرزوق. يا عمي ابو مرزوق. عبدو وين عمك ابو مرزوق؟
ابو حاتم وصل على بيته عنده غرض بده يقضيه، عم ابو مرزوق استعوه راح لحقه ولهلا اثنين ما حدا بين منهم. يعني راحوا يكسروا السفره سوا؟ شو معرفنا يا علبي علمك؟ عبدو بشرفك، شلون كانت نومتك امبارح بالحمام؟ شلون بدها تكون يعني؟ مثل كل مرة. يعني ما خفت من شيء هيك ولا هيك؟ لك من شو بدي خاف يا؟ شو العلاك هذا؟ لك 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 وين وين انت ويانا حاضر ولا دستور وين؟ حط من ايدك انت وياه، حطه من ايديكم. لك عطي اياهم هيك اذا استلموا وبتتكنتوا وبتحمل وبتمشي انت ويانا حرامي. هدول عنا حرامية؟ هلا بتحاسب. ولك حرامية ونص اعلى ما بخيلك اركبوا، رويا. ليك لكان عم بيقولوا نحن حرامية. انقلعوا وابعثوا لي نوري، حركوا. شو عاملين حتى اخذيننا؟ شو بالعلاقة؟ ما بنعرف شو عاملين. هلا بالمحفر طارق. ايدك هيك لا انت بتحكي. امشي اتحرك. هاتوا. لك يلا يلا شو بدكم؟ يا عمي ابو قاسم الحق. لك شوفي مسلم شوفي. نوري اخذ عبدو ابو كرم على الكركون. مشان شو؟ والله ما بعرف، مشان الله الحقون قبل ما ياكلوا فلقوا ويحولوا على النظاره. ماشي ماشي، انت روح على شغلك، انا هلا بروح على المقفر بفهم ليش. بسرعه مشان الله. يا شيخ عبد العليم يا شيخ عبد العليم، اسمعني الله يرحم امواتك. انا مطمن من ناحيه تربايه بشير الله يسلمه. بس يا أخي شو بيمنع إذا صدفت باب بيتي مفتوح وهو طلع من بيته والله بيكشفني لنص بيتي ولو من غير قصد. مزبوط مزبوط كلامك. وأنا كل عيالي حريمات وبناتي لساتهم صغار، والصغير يا سيدنا ما بيقدر، يعني ممكن يفتحوا الباب وما يسكروا. لا لا لا، الحق والشرع معك، وإذا أنت مالك موافق ما بصير يعمل شيء إلا بموافقتك. وقال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. بس هو مصر أنه يفتح الباب وحلف يمين بالله أنه لا يفتحه اليوم غصبا عن الكل. بالشرع كل شيء له فتوى، المهم ما يغضب الله سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما بيصير، هدول بدهم يأكلوا فلا بعدين بدهم يتحولوا على المحكمة. الفقه بجودات كانوا عم يمزحوا معه. شو عم يمزحوا؟ ما يمزحوا عيب، هذا الكلام ما بيجوز. نحن ما لنا حرامية، نحن ليل مع نهار عم نسهر وعم نلاحق المجرمين وقطعين الطرق لنحطهم بالحبس. هدول الاولاد بيقولوا عنا حراميه، عيب يا قاسم. روق سيدي روق. لك شو بدي روق يا قاسم؟ شو بدي روق؟ يمكن رجالك سمعوا غير اللي قالوا ابو كرم. شلون؟ فهمني. يمكن ما قالوا عنهم حراميه. بس يا ابو قاسم يعني مثل ما عم اقول لك ابو جودات. فعلا شلون انا ما اتاكدت؟ بركة الجماعة فهماني غلط. يلا يخلينا الحكومة. نوري. نعم سيدي. نزيل طالع الشباب من النظارة وقال له هدول العناصر يفتحوا دنيهم منيح، ما بدنا تبلى الناس. حاضر سيدي. ايه هذا الشغل المضبوط. ان شاء الله ما تاخذونا بقاسين. انتوا لا تاخذونا سيدي، لا تاخذونا. السلام عليكم. الله معكم، مع السلامة، مهون برعاية الله. نعمة كريم. لا والله ما بوش يا أبو قاسم، بلش يفهم. ما لقيناهم إلا جايين وأخذوا عبده وأبو كرم. أبو قاسم ما كان دريان، بس لما خبر راحوا طالعون. الله يخلينا يا ويخلينا ياك يا عقيد. تسلم يا أبو حاتم تسلم. يلا عاوز شي عقيد؟ أبو حاتم. نعم. فيك شي؟ ما في شي عقيد، ما في شي. أبو حاتم شو في عم قلها؟ أبو بشير شو بو؟ بده يفتح باب من بيته مواجه باب بيتي. إيه؟ تزعلنا أنا وياه ورحت قلت له للشيخ عبد العليم، لأنه حلف يمين إلا ليفتح الباب اليوم. ولا تأخذني عقيد، أنا ما رح خليه يفتح الباب. لا تزعل أبو حاتم لا تزعل، أب بشير ما رح يفتح الباب. يعني رح تحاكيه عقيد؟ لا، بس أب بشير ابن أصل وما رح يزعلك كرمال باب بده يفتحه مقابيل باب بيتك.
بس بده. خلصنا ابو حاتم خلصنا، ما راح تكون الا رضيان وحياة الشوارع. الله يهدي بالك يا رب. معوضين عمي. عليك عمي. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلين سيدنا. كيفك ابو بشير؟ الحمد لله. انا عاوزك بامر مهم. خير سيدي. هون ما راح يمشي الحال، انا عم استناك عندي بالبيت، ولا طول علي. ايه وانا بامرك سيدنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. لاحق سيدنا يا بشير. نعم يا ابي. دير بالك على المحل، انا واصل مشوار وراجع. اتكل على الله. يا الله. بسم الله. مشي المشكالة بطه. الله وكيلك ما عزيته يا سيدي، ولا عم بفتح باب من بيته، الحيط حيطي وانا بدي افتح له طريق. بس هيك ما بيصير، الجار للجار ولو جار، والله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم اوصونا بالجار. ولا ما بتعرف الايه الكريمه، والجار ذي القربى والجار الجنوبي. صدق الله العظيم. بعرفها يا سيدي، والله العظيم بعرفها. ما زالك بتعرفها، لازم ما تزعل جارك وتحرص على راحته. بس يا سيدي. خلاص يا ابو بشير، المفروض منك ما تساوي شيء الا بعد ما تاخذ اذنه، وهيك الدين بيقول. شو هالحكي يا سيدنا؟ نحن شو كنا عم نحكي يا ابو بشير؟ امشي ابو بشير امشي. يا ابي دلال. نعم يا ابي. شو طبختينا اليوم ابي؟ شاكريه وبرغل. بس ما يكون شاط معك اللبن. ها لا يا ابي. ايه طالعة شو شاكرية يا بي؟ بتاخد العقل. طيب وين الغدا؟ ما هتغدونا؟ ايه مو على عيني. وانت ما بدك تساعدي اختك؟ يا ابي انا ما رح اكل لحتى اشوفك مبسوط. لك ابي انا ما بنبسط الا لحتى اشوفك انت واختك مروقين. يلا حركي يا ابي، يلا وراها. امرك يا ابي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أبو حاتم. عم نقول مرحبا شبنا، ما ترد السلام. أهلين. إذا لساتك زعلان مشان الباب يا سيدي بطل تفتح الباب، خليني اتضايق، بس ما يزعل مني جاري وحبيبي أبو حاتم. وإذا منشان اليمين راح صوم 3 أيام والله يسامحنا يا أبو حاتم. أنا بعرف إنك أصيل ومعدنك ذهب يا أب بشير، بس الله يلعن الشيطان، ظنيت إنك ما رح تتراجع عن يمينك. يا سيدي الله يسامحنا، أنا الحق علي، أنا كنت لازم شاورك قبل ما أسوي شيء. الله محيي أصلك، أحلى جار يا أب بشير. أهلين أبو حاتم. إيه هيك ها؟ الله لا يفرق بيناتكم ويبعد الزعل عن كل أهل الحارة. والله ما عبد الله زعلانة منك. وقال إذا ما بتصالحيها لتبعت لك إخواتها يقيموا قيامتك. تنقام قيامتك شو دجالة؟ ليش ما تنقام قيامتك أنت؟ إن شاء الله هي ولا أنا. لك كم مرة نزعتيها؟ كم مرة؟ بتقدري تنكري إنه أبو عصام إجا لعندك مشان بنتك لطفية ولا هي نسيتيها؟ لا ما بنكر، بس هي وحدة بالهموطية. إيه الله لا يشبعها يا حق، خواريف ودياك حبش وبيض بصفارين. لك مو منها بلنتك وكبر راسي؟ هلا ابو عصام بذاته مو اجى لعندك كرمال مين؟ كرمال يسروا لك على بنتك لطفيه مو؟ الله لا يوفقك يا سعاد. شو دخلت المخلوقه؟ بعيده عنك وما خلصت من لسانه؟ ليش مو هي اللي جابتنا هالوجع الراس ووصلتنا لهالمواصيل؟ ليش ما تقولي لسانك اللي جاب لبنتك الطلاق يا فضايحيه؟ لك شبكي مزكي، هلا انت جاي تبهدليني ولا توقفي معي وتساعديني؟ خير شبكم؟ ليش هيك صوتكم طالع لاخر الحاره؟ ما في شيء تقبري قلبي، عم بحكي لامك نكته قامت ما عجبتها. تضربي انت وهالنكته شو بايخه مثلك. شايفه امك شلون بتنكي؟ دمها خفيف مو؟ روحي يا مو ساوي لنا فنجانين قهوه الله يرضى عليكي. ايه حاضر يا مو. ايه والله هذا لسان تبعك لقصن لك اياه. لا خلصنا بقى بلا ما تسمعك لطفيه. الله يلعن الشيطان، شلون انا هيك ساويت؟ لازم اخذ راي جيراني.
الحمد لله اجت على طلبي. شلون اجت على طلبك ما؟ لانه ما بدي البيت ينقسم ولا ابني يعيش لحاله. يعني هالمره زبطت معك؟ ايه ابن عمي زبطت. يرضى عليكي، حضري لي لقمه اكل لانه بكره بدي بلش صيام اول 3 ايام حلفان اليمين. على عيني وعلى راسي ابن عمي. العمى انا شلون سويت هيك؟ يا فتاح يا علي يا رزاق يا كريم. شو هالنسوة هي؟ الله يثبت علينا العقل والدين. معتز معتز شو بدك؟ اخوك عصام نسي مفتاح الدكان. هلا بيكون راجع ياخده. جميلة قوام خلينا نحط اكل لابوك. اهلا وسهلا سيد معتز. ايه تعال هون، وين رايك؟ شو بدك مني؟ بدك تاخذ حسابك بالاول. ليش شو سويت؟ مالك عارفان حالك شو مساوي؟ دخيلك اتركني. رح اتركك بس لما نفرجيك طلوع خلقي شو هو. تعال هون. ما خلصت ولا والله لكسرك تكسير انه خيره والله. خلصنا معتز؟ لا ما خلصنا اخي. ليش هيك سويت مع الرجال؟ انا حلفت يمين بدي اضربه يعني بدي اضربه، لسه ما اشتفى قلبي منه اخي. خلص شي صار وخلصنا منه. لا ما خلصنا ولسه ابو غالب له مني قتله كمان. ابو غالب؟ ايه بدي اتمزمز فيه على كيفي. فوت ابو لك. روح واشتكي عليه لابو جوده. اي والله والله لا يحبسه بالقلعه وينقره فلا يكسر عظامه فيها. ما بدنا ابو شهاب يزعل منا، انا كرماله ما مدت ايدي عليه. بالله شو كرماله؟ اي قول خايف منهم يا خويف. لك احنا ما لنا قدهم، بدنا سلتنا بلا عنب. منيح اللي انقضت هيك. يعني شلون منيح اللي انقضت هيك؟ لك العمى على هيك رجال الله بعت لي العمى. يعني شو بدك انبلى فيه؟ ليش بيطلع بايدك؟ لك انا مشانك ما حبيت ابتلى فيه هون. إيه لا حبيبي، لك اذا مشاني روح واطرقه لو كف واحد بس العمى. بعدين فوزيه بعدين بعدين. لك يا حيف على هيك رجال. فوزيه مين بده يمسح لي؟ فشيت خلقك؟ لسه يا ابي. العمى ولسه بدك تضربه كمان؟ لساتني مأثور خير الله. لك أبي الله يرضى عليك، هو كان بده إياها كان بده إياها، بس هذا واحد طرطور، لا تعمل له كل الأهمية، خلاص، أكل نصيبه وخلصنا. لا يا أبي ما خلصنا، ولسه أبو غالب بدي أقفله قتلة، طربش له فيه وشه طربشة، بدي خليه يعرف شلون يتمادى على أولاد الأصل، لكن يقفل باب الدكان عليك هالواطي، أصلاً كل هالبلد اللي صار من تحت راسه، والله لا أعمل له إياها مطنطرة والله. أخي بوس إيديك، عشت مشاكل. أخي أنت خليك براني الله يرضى عليك، أنا بدي ربي أبو غالب بعد شيبته، والله لو ورجيه نجوم الظهر والله. ولك معتز وغلاوتك يا أبي لأمسح في أرض الحارة مسح، وأنا ما بكون من ظهرك إذا ما ربيته لهالكلب. وقال طرأوا قتلي قياما وقعودا، ولولا ستر الله كان راح بين إيديه، ولو ما أبو عصام قال له اتركه كان بده يخلص عليه كمان. هيك لك مثل ما عم قلك. يلا مرونا بخدمه. عود ابو حاتم عود. الله يطول عمرك. لك عود ما شربت شيء. فضلك سابق. سلام عليكم. وعليكم السلام. الله معك ابو حاتم، مع السلامه. شو جن معتز؟ عجبك اللي سواه اخي؟ بيني وبينك انا معتز بيعجبني،
أكثر من عصام. بس أنا مو عاجبني اللي سواه. أب بدر سب أختك وجوز أختك، شو بدك ياه يسكت له؟ خليه يعلمه الأدب. بس مو ضروري يرفع إيده عليه، حكي حكي. فتحي ساوي له أرجيلة لأبو قاسم خليه يروق راسه. على راسي. آه يبعت لي حم عليكي وعلى اللي صار معك. لك والله بيتك عدتم بغيابك. أنا مالي عند سقطت الباب تبعه. ليش بقى؟ لأنه أنت بتعرفي أنا بجي لعندك مشان أقعد أنا وياكي وتسلى معي. يا ميت أهلين وسهلين بأمزك. بهالقامة وبهالعين تقبريني. هاتي لشوف، شوفي عندك أخبار. هو أنا عندي خبر يعني، بس مالي حابة أقول لك إياه لأنه خايفة تزعلي. عن مين؟ عن ابنك معتز الله يسلمه. شبه معتز؟ اليوم الصبح وعري طرقوا معتز قتلي لأبو بدر جاركون. يا حصرتي نهنه فيا نهنها، صار يضربه بإيديه ورجلي. إيه الله يسلم إيديه ورجلي. يوه يعني مالك زعلانة؟ بالعكس أنا بدي هيك أخبار تفرحني، وإن شاء الله البقية بشوف فيهم يوم يا حق. يلا أبي عصام الله يرضى عليك. يلا يا أبي عم غير مي للعلق. يلا يلا يلا. لك انا ما قلت لك روحي دوري له على عروس؟ بلا قلت لي ابن عمي. ليش مبردي قلبك؟ روحي دوري كل بيوت الحاره واللي بتعجبك دغري لبسيها. انا اكثر من هيك ما عاد استنى. فهمتي عادليه؟ فهمت ابن عمي فهمت. ما بدي اسمع منك كلمة نسيت وما فضيت. شو عم بفهمك؟ امرك ابن عمي امرك. صحيح ابو قاسم سطيف وين؟ سطيف ما عاد اجى على الحارة، يمكن ملاقي حدا يطعميه ويقويه غيرنا. اخي ومن امتى الحكي؟ من يوم ما الحارة شافت ابو عصام نايم بالدكان. تفضل اخي تفضل تفضل. يلا مساء الخير. أهلين شلونك؟ من الله بخير. ما بدك تعشينا اختي؟ على عيني. لساتها زعلانه معي؟ زعلانه وما بدها تسمع بسيره ابو عصام منه. فوت اخي فوت ارتاح. هي الدفتر مليان ما حدا عم يدفع شيء. شو القصة هاي؟ عبولكم شوية خضرة يا ابني انت وياه. كبر حسابك ابو جودات. وش كان؟ راح تاخد حسابك على دوز بارب مرزوق. ما باخد منك الا وعودي. شو يعني؟ يعني ادفع حسابك الاولاني بعدين خود اللي بدك اياه. ايش كان هيك؟ ما راح تاخد مني ولا متليك. وها؟ وليش ما راح ياخد ولا متليك بقى يا ابو جودات؟ اه اهلين انت هون عقيد؟ اترك بريدك يا ابني، اترك بريدك استنوني براس الحارة، حرك! عجبك هيك يا ابو شهاب؟ معقول قول له لاب مرزوق ديني ما بيديني؟ لأنك راكب مسواق الصلبطة، ولو كنت حقاني كنت دفعت اللي عليك لاب مرزوق وابو حاتم وكل صاحب رزق بالحارة قالوا عليك قرش. بس ما عم ينجمعوا معي يا ابو شهاب. وانت ما تعيش على قد حالك بقى ابو جودان. لازم تاكل قرط موز وتتشبرق بالبندق والفستق والجوز واللوز، ولا ايش كان بدين؟ حط لي رطلين يعني. كل مين راح يصلوا حقه على دوز باره؟ بس استنوني شوي. إيه لا تدفع شيء مدفوع عنا، بس كمان لا بقى تجي على الحاره وتشتري غراض
روح اتبضع من حارة تانية. أب مرزوق. نعم. قديه ممنوع من اليوم وراي؟ شو سمعت؟ ممنوع. مين يفكر حاله ها؟ أنا الحكومة بالحارة. روق سيدي روق روق، طول بالك، كل شيء ولح لعندي. لك نوصف يا غير يقلعني. بسيطة سيدي بسيطة، ولا يهمك، إلا ما نلاقي له تصريف يروح فيها بالحارة. شلون؟ تركني فكر سيدي. تركني فكر سيدي. شبك يا مو؟ شو اللي عم يجعي؟ مشان الله خبريني يا مو. تعبانة يا مو، تعبانة. تعبانة؟ سلامة قلبك. شو عامل يا ربي شو عامل؟ راجع لك يا مو راجع لك. يعني لك أبي، أنت ما فهمت منا شو وجعها المزبوط؟ يا أبي ما فهمت، قال تعبانة مخسكة. بس هيك قالت لا؟ بس هيك. بس هيك أبي. إلا تغليهم منيح منيح منيح، تخلطهم مع بعضهم البعض وتكرع منهم قد ما بتقدر. ها شو فهمت؟ قد ما بتقدر. السلام عليكم. الله معك أبي. قال قد ما فيكي شربي من هون. يسلموا إيديك يا ابني. بدك شي يا مو؟ سلامة عمرك. الدعاء. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. ساعتوا قلبك علي، أنا وجعي أنت وبس. يعني ما كان يفهم هذا الزلمة إنه ابنه بيحبه وبده إياه، شو شغلي على كيفه؟ يعني شو ساوي بحالي؟ أنا ما دخلني، هاي الحارة قدامي، فوتي بيت بيت، والبنات أكتر من الهم على القلب، بس لازم تعرفي إنه ما حدا رح يعطيكي من عنده حبيبتي. يو، وليش بقى؟ ليش بقى؟ لأنه كل الحارة بتعرف قصة ابنك مع بنت أبو عصام. بقى ما حدا رح يلحش بنته مع واحد معلق قلبه مع دلال ويعذب بنته مع ابنك. يعني معقول الحكي يا أمسكي؟ روحي شوفي واسألي الناس على ابنك اللي رايح جاي لبيت أبو عصام وعم يوقف تحت الشبابيك مشان يشوف خيال دلال ويسلم عليها. تجيني ضربة عليه؟ لا إن شاء الله بتجي 100 ضربة لجوزك أبو راس مطخي، لأنه ما كان يزوق على حاله ويجوزه وياها. طيب امسكي، الله يخليكي ساعديني، خلينا نشوف له وحده تانية. لا لا حبيبتي، بدك ما تواخذيني، انا ما بقدر اروح معك ولا لبيت، لانه ما بدي زعل سعاد خانم مشان حضره جناب جوزك ويباسه راسه. طيب خلينا نجرب نروح لبيت ام خاطر مشان امسكي. بيت مين تقبريني؟ بيت ابو خاطر. ما رح تستفيدي شيء، لانه اول تقليعه رح تاكليها من ام خاطر وسعاد. يو ليش بقى؟ لأنه حبيبتي خيرية محكي بأمرها لابن أبو عصام. يا ربي ليش هيك مسكر أبو الشي؟ لك شبك شبك مسكر مخيك، ما عم تفهمي علي. بإذن الله دلال لإبراهيم وإبراهيم لدلال. يا رب. أبي عصام الله يرضى عليك، بس خلص بإيدك، بعد ما سكر الدكان بروح لعند أمك. إيش عليها؟ عمرك يا أبي. الندل بيزرع فني يحصد شر الندالة،
والعز بيرجع للي عنده حكم وأصالي، واللي بيحلف يمين كاذب يا ويلو من الله، واللي بيحلف يمين كاذب يا ويلو من الله. الصبر بيتحلو بس العالم